يوميا ساعة ساعتين بعد الدوام. عم يطلع لك شيء؟ ماشي الحال، أبو العز ما بيقصر. مرحبا دلال. عليه أستاذ، تفضل. أنا رح أمشي. أدي هلا، هلا بنروح سوا. بلا ما كل وحدة تاخذ تاكسي. طيب وبلكي أخروكي كثير؟ بالكثير نص ساعة، هذا آخر موعد عنده اليوم. منيح لي ما أول موعد. قلتلك. أهلين. بأمتك. قلتي لي أهلين لما أجيت، هي تاني أهلين بتقلي لي إياها. هاللي مثلك بده 100 أهلين. بأمتك. هدي لا تخيليني. مرحبا دلال. أهلين أستاذ. أجا المهندس أحمد. ودخل لعند البيك. مرحبا عدنان بيك. أهلين تحسين. هلا بدي لك. وليه؟ مو قلتي لي هذا آخر موعد؟ إيه. وهاللي دخلوا؟ الأولاني المهندس، والثاني مدير أعمال البيك، السيد عدنان. وهاد نفس الموعد، لأنه البيك عنده مشروع سكني بالحي القديم. شو عم تشتغلوا بالأبنية؟ استيراد وتصدير وأبنية، معلمنا بتاع كله، وين ما في منفعة بغز. دخلين؟ صحيح مثل ما بيقولوا؟ شو بيقولوا؟ سونجي أكثر ما بتتصوري. ما حاوى يضايقك شي مرة؟ ما بيطلع له معي، لا هو ولا غيره. حاضر. تفضل. شكرا. تعرفي لاقي لنا بعض انت وياه، دلال والدلال. شو ومجوز؟ شو عرفك؟ طلعت على ايده لشوف اذا في خاتم، مشتهي اعرف مين هالسعدانه. وين الشمال يا زلمه؟ هاي الشمال. معناتها هي المنطقه الجنوبيه. صح. هي المنطقه اللي قصدك؟ هي المنطقه يحتمل انها تتنظم. حلو. عندكم معلومات اكيده؟ الدلائل بتشير الى الاحتمالات. كثير منيح. شكرا لك، اترك الخرائط. تحسين دلال معلم. اهلا وسهلا، شرف، تفضل. الو. اهلين ست ام العز. الله يخلينا اياك يا رب. على عيني. حاضر، تفضلي، تفضل معلم. ايوه. اهلين. مو مطول، مو مطول، شغلة ربع ساعة. نعم، مشان المشروع الجديد. ضني عندك مشروع جديد وضروري اجتماع وقت الغداء. العشي صار مسخن اكل مرتين. ميكروويف. ضني عنا ميكروويف. المهم لا تتاخر، ما بدي اكل لحالي. قلت لك ربع ساعة بس، خلاص مع السلامة. شوف يا سيد تحسين. نعم. يلي بيشتغل معنا منحبه يستفيد. شو؟ يستفيد. ولحتى يستفيد لازم يفيد. نعم. ومشان يعرف يفيد لازم يعرف شو عم نشتغل وشو بدنا. معي انت؟ معك انا سيدي، لكن معك انا سيدي. هاي الخرائط بتبين انه المنطقة الجنوبية داخلة بالتنظيم. ونحن بدنا ناخذ الحي القديم كله وندخل بأبنية جديدة وحديثة عوضا عن هالأبنية القديمة المعتة المهرهرة. سيدي أنا دريان في هذا القرار، لكن أنا دريان. لا يمكن، ما حدا دريان. ليش؟ لأنه القرار لسعته على طاولة المحافظ وما توقع. سيدي الحيطان إلها أدان، خش أصحاب البيوت في المنطقة آنفة الذكر بلشوا يطمعوا لما ندريوا، بس أنا عم أنفيلهم الخبر، عم أقول لهم إشاعات مغرضة. لكن سيدي لك. أحسنت، برافو عليك. سيدي انتو كم بيت بدكم؟ نحن الحقيقة بهمنا البيوت اللي على الواجهة. يعني كم بيت؟ انا ما حقلكن قديش مصرياتكن لانه ما شاء الله باين. قد ما كان مو فارقة، لو الحارة كلها بنشتريها. بس المشكلة كما استفتلكن بلشوا يطمعوا بالسعر بعد ما دريوا بالقرار. المهم تقنعهم بالبيع، السعر مو مشكلة. سيدي انتو شو حاطين سعر للمتر؟ شو بيسوى المتر بالمنطقة؟ يا دوبه 100 ليره، بس بعد ما دريوا بالقرار صار بدهم من 150 وما فوق، وتعال اقنعهم بقى. في غيرك دلال بالحاره؟ لا سيدي، انا دلال وحيد الحاره والوالده. مو مشكله، ندفع. سيدي يعني بلا مؤاخذه، وانا وين فائدتي؟ عاده
العمولة 5% على البايع مو على الشاري. نحن بندفع لك 5% على كل شروة وخذ من البايع انت وشطارتك، بس اوعى تجيب سيرة التنظيم. شوفك ما تغني معي. تحت المخدة. هذا بيحط 5 ليرات تحت المخدة. انت قلت لنا ناموا في عيون ساهرة. وانت وين كانت عيونك؟ السرقة حصلت خارج اوقات الدوام الرسمي. لا بالعوض. تعال اقول اشوف. انت اللي سرقت له 5 ليرات ولا؟ ابدا. هات الباكيت اللي بجيبتك ناولني، وهذا الباكيت منين جبت حقه؟ مني. كذاب، ما كان معه لا فرنك. وانت شو عرفك؟ امبارح علي ديني 5 ليرة بدي اشتري باكيت، قلت له ما معي. قال لي ما معي وهو معه. يعني انت شفته لما حط 5 ليرات تحت المخدة؟ طبعا، شنو فرشته جنب فرشتي. يعني انت اللي سرقتهم؟ لا، طول عمره بدخن ابو زبلة تبع 5 ليرة لانه مصري، جاب باكيت امريكاني بفلتر تبع الليرتين. وينك مات 5 ليرات؟ اعطيتهم للشرطي اللي هرب لي الباكيت. معناتها انت اللي سرقتهم؟ لا. زبادي امور معلم. ناولني فلا. طول بالك حوت، انا اللي سرقته. وليش ما قريت من الاول؟ ما حلو التحقيق الواحد يعترف من اول استنطاق. عندك محبوسيه 2 يوم، ضب اغراضك وفوت على الانفرادي. مشي حوت، بعد 2 يوم منكمل برتيه. ايه والخمسه راحت بس اعترفها. اعترف. هلا شو صار بالنشيد بعدين؟ عم نشتغل فيه. يعجل لك شويه، شنو نحن ما رح نفتح المحطه الا ما يخلص النشيد. شلون الواحد بده يلحن وباله مشغول على الخمسه؟ لا يا رؤوس، الفنان ما لازم يكون مادي. انتبهوا كلكم لحتى ما تكرر هالمأساة وتحطوا مصاريكم جيبتكم وينسرقوا خارج اوقات دوام جهاز الشرطه والامن. لقيت لكم حل. شو هو؟ بدي اعملكم مشروع وشغلكم مصاريكم فيه وتاخذوا فوائد اقله 20-30%. وشلون هاي؟ يعني اللي بده يشغل امواله بحطها عند فريدي وانت بتسجل عندك المبلغ وفورا تعطي للواحد مربح 20%. ومنين بدي جيب لهم ادفع لهم الارباح؟ من دهنا سقيله. معك تدينا 5 ليرة؟ شو بدك تعمل فيه؟ بدي شغلهم بالمشروع، بركي بعوض 5 ليرات وبتفرغ لتلحين نشيد المحطة. يا حبيبي ما أزرفك، ليش أنا ما بدي شغل مصاريي؟ أخطبوط، معك ساعة؟ لا. تشتري ساعتي؟ وليش بدك تبيع ساعتها؟ بدي شغل حقها، بركي بيربح له شي 5 دقايق. قديش بدك حقها؟ تعال شوفها. لحظة. اسمح لنا بزيارة حوت. روح حبيبي روح، مين ماسكك؟ بس مرة الجاية تبعتوا رسالة بس. وهي 25 ليرة ربحون. أيد لي 100 ليرة. يلا.
ليرة بيطلع عليها ربح 20 ليرة. ناولوا 20 ليرة. وهي 20 ليرة. يسلموا الإيدين، لسه ما اشتغلت المصاري وبلش الربح، شلون بكرة بس تشتغل؟ دخيل أوش. علي شو هو هالمشروع هذا؟ لهلا ما بعرف بس مربح. اي والله